الحلقة 28 في تفسير جزء عامة، والثالثة في سورة البروج، المرحلة الخامسة والأخيرة في إنشاء عالم إلزامه مع معلم يجعله مجيدا للعلم الشرعي ويجعله يبلغ العلم الشرعي. المعلم لوظيفتين مش وظيفة واحدة، من غير الوظيفة التانية ديت يبقى المعلم ده فاشل، لازم يعلمه ويفشض معاه لحد ما يبلغ. ايه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. وقال لقمان: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم الا وملكان ينزلان، اللهم يقول احدهم اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. طيب ايه المعلمين اللي انا محتاجهم؟ اول حاجه معلم تفسير ثم حفظ، لان جبريل كان يعلم النبي القران حتى وفاته. تاني حاجه معلم توحيد، والدليل سيدنا لقمان قال لابنه الصغير: لا تشرك بالله. تالت حاجه معلم فقه لتختفي كلمه عيب، فالعيب سهل جدا ان يتغير ولكن الحرام لا يتغير. الدليل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عمرو بن العاص: مروا أولادكم وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وحديث: إن رأى الحسن والحسين يلتقط شيئا من التمر الصدقة فيقول له: كخن كخن، إذا شعرت أن أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. وقال لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الفائدة العاشرة من قصة أصحاب الأخدود: لا يطاع الوالدين في ترك العلم الواجب أو فرض الكفاية الذي تعين، لأن الغلام كان بيعرض على الساحر ويعرض على أمه. طيب الآية 8 فيها سؤال: ما البديع في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله؟ يسمى الاسلوب ده المدح بما يشبه الذم. يقول لك ده فلان اللي ما فيهوش عيب غير انه كريم، بس هو ده عيب؟ كما قال تعالى: قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبله وان اكثركم فاسقون. وكذلك اللوطية: نقموا من عباد الله تنزيههم عن مثل هذه الأفعال، فقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. والشاعر بيقول: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع القتائب. وشو بيقول: ما نقم بني أمية إلا أنهم يحلمون إذا غضبوا. الآية 10 إن عطف بثم في قوله ثم لم يتوبوا تدل على عظيم رحمة الله تعالى، لأنه لم ينتقم منهم حالا، فدهم بثم فترة رغم شناعة الفعل بتاعهم. الآية رقم 18: لماذا اختار الفرعون هنا بعد أصحاب الأخدود؟ ليك اختار الفرعنة؟ لأن فرعون طغى وادعى الربوبية، وأصحاب الأخدود الرجل الملك قال لجليسه: ألك ربا غيري؟ فرعون عذب بني إسرائيل بتقليل الأولاد واستحياء النساء. التاني اتبع تعذيب المسلمين أتباع الغلام. فرعون موسى عليه السلام قدم لفرعون آيات كبرى، والغلام قدم للملك آيات كبرى، كان بيشفي الأكمى والأبرص. فرعون عجز عن موسى والملك ده عجز عن الغلام. آمن الصحراء لما رأوا موسى، وده آمن الناس لما رأوا الغلام. جمع فرعون الصحراء ليشهد الناس عجز موسى والراجل، وهنا كان أسرع الناس إيمانا، إن هو برضو جمع الناس عشان يشوفوه بيموت. آية 18: كيف يذكر الجنود ثم يعرفهم بلفظ فرعون؟ يعني جنود فرعون بس؟ الرد إن المراد بفرعون هو وقومه، فاكتفى بذكري لأنهم تبعوا الله وتحت طاعته. طيب كده احنا خلصنا سورة البروج، ونبدأ الحلقة القادمة في سورة الانشقاق، في سورة الطارق. جزاكم الله خير.